مهم قوي ان انا اعمل القلقاس بشوربه دسمه يعني، ولا بفضل ان انا اعمل ده بشوربه لحمه؟ يا سلام بقى لو في ماسوره كده واقسمها واغليها شويه مع اللحمه وطلع لي كده البهاريز بتاعت المواسير جوه الشوربه. بعد كده عندي السلق، والسلق هنا يعني هو لا هو ملوخيه ولا هو خضره، الموضوع مختلف شويه. او بتعامل معاه ازاي؟ بجيب الورق بتاع السلق حزم، باخد منها الاوراق بس بالشكل ده، وبحتاج شويه كزبره او شويه كزبره وشبت معاهم عشان في الاخر ادي طعم وشكل كويسين جدا. محتاج ان انا افضل اغلي الشوربه بتاعتي. وخلينا نروح سريعا كده ازاي هختار وانقي السلق بتاعي او القلقاس عشان نعمل السلق يبقى مظبوط والقلقاس يبقى كويس. اول حاجه بروح الاقي القلقاس بالحجم ده، بدور على اللونها البينك ده او اللون الوردي ده. كل ما يبقى اللون الوردي ده اكتر ده معناه ان هي كويسه. يفضل ان انا اجيب واحده كبيره على قد الكميه بتاعتي، ما اجيبش اتنين وما اجيبش واحده لونها وردي وواحده لا، دي مش هتاخد سوا كتير ويكون طعمها حلو، والتانيه هتبقى ناشفه طعمها مش حلو. فدايما اختاري اللي لونها وردي عشان تبقي شاطره كده، ما تقوليش للبياع والنبي اديني حاجه كويسه او ماما بتسلم عليك او خاله بيسلم عليك والكلام ده او انا تبع فلان. لا، انت اختاري واحده القلقاس لونها وردي واعملي واحده بس، وهي كبيره صغيره او لو الاثنين في نفس الحجم بنفس الشكل مفيش اي مشكله خالص. بعد كده بنعمل القلقاس او عملناه بالطريقه اللي مامتنا قالت لنا عليها او حد قال لنا عليها او شفنا فيديوهات على السوشيال او شفنا اي حد من الشيفات، بس طلع في ماده جيلاتينيه كده غريبه تقيل قوي، حاسه بيلزق كده، ما عجبنيش الطعم. طعمه حلو بس انا نفسي قفلت منه. ده بسبب ان القلقاس بتاعي لما بقطعه ما بقشره يعني ما بغسلوش، يعني انا ما ينفعش اقشره كده واجيب عليه ميه، لو عملت ده هبص ليه بيلزق والموضوع هيبقى صعب قوي. انا بقشره وبعد كده بقطعه مكعبات، وبعد ما بقطعه مكعبات دي بغلي ميه كويس قوي اقوم منزله فيها، ياخد صدمه اطلعه وانزله في الميه تاني، بلاقي ان هو بيطرد ماده جيلاتينيه كده انا عايز اطلع الماده دي منه، فبديله صدمات للميه كتير قوي، الميه بتغلي بحيث ان لما اجي اعمل له الخلطه بتاعته يبقى طالع مظبوط قوي. تعالوا نشوف محتاجين ايه. الموضوع كان محتاج شرح كتير كده لان هي اكله من الاكلات الرائعه يعني. خلينا نشوف المنيو بتاعنا الاول. وعندي بسم الله الرحمن الرحيم النهارده هنعمل مع بعض القلقاس باللحمه. عندي كيلو من اللحمه المكعبات، هحط لها بصلايه جزرايه، واحده طماطم مع الميه، لورا حبهان، رشه جوز الطيب، ملح وفلفل اسود، ودي على ميه اللحمه. الشوربه كده بتغلي بسم الله يعني ما شاء الله عشان نلحق ناخد منها ونشتغل منها على طول. بعد كده عندي القلقاس، عندي القلقاس قلنا هنختار اللون وردي. بعد كده عايز حزمتين ثلاثه من السلق، كزبره او كزبره وشبت، معلقه كبيره من الثوم، معلقه كبيره من السمنه، معلقه كبيره من الزيت، لتر من الشوربه، معلقه صغيره من الكزبره، ملح وفلفل اسود. والاكله دي مش هينفع ما يكونش جنبها رز بشعريه، لازم رز حبه وحبه رز بشعريه، بس انا بفضل الرز البشعريه لطعمه وفي نفس الوقت هو اسهل الحاجه ممكن تعمليها. يعني الرز ابو شعريه اللي لسه بتطبخ جديد او اللي لسه متجوزه او لسه عايزه تعمل اكل، الرز بشعريه هو اكتر حاجه بتعمل تنسخ في الميه، الشعريه بتاخد الميه الزياده فتطلع الحبايه مستويه. طيب عرفنا كل ده وبنعمله حلو، بس رحت عند حد او اكلت رز من مطعم او من ايد حد طعمه مميز شويه، بيحط له ايه على الميه بتاعته او على الرز يخليه طعمه كويس؟ ده اللي هنعمله مع بعض. بس خلينا نعمل القلقاس الاول. عندي الخلطه هي بتاعت الخضره، هي اهم حاجه في الموضوع. فادي السلق، بعد ما بتجيب السلق كده وتنقي الورق اللي انت عايزاه بتقطعيه اي تقطيعه كده اي تقطيعه، عشان بس احنا بعد كده هنضربه يا في الخلاط يا بالهاند بلندر. انا بس عايز اقطع، وكل الناس اللي بتحب السلق هتبقى مبسوطه قوي من الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها او الطريقه اللي احنا بنعملها. عملتي السلق او عملتيه كان طعمه حلو مستوي كويس، اخترتي صح، ماما قالت لك او جابت لك القلقاس او انت اخترتيه او بتعرفي تنقيه، بس كل حاجه اتعملت حلو الا حاجه واحده بس، القلقاس بتاعنا طلع لونه غامق كده مسود مش لونه اخضر. ده بسبب ان حضرتك غطيتي الحله زي الملوخيه كده. مش احنا لما بنغطي حله الملوخيه بتغمق وبنلاقيها فصلت، او ساعات بتغمق لو ما فصلتش؟ نفس الموضوع مع السلق. يبقى لما نعمل القلقاس او تعملي القلقاس مش هينفع ان احنا ايه نغطيه. يعني ناخد الزيت هنا اهو، وايه نرفع دي من على النار عشان الدخان بتاع الزيت. اول حاجه هعمل السلق اهو، اخدت كده الخضره بسم الله الرحمن الرحيم، هقلي كده السلق بتاعي الاول. انا هنا حطيت السلق الاول ما حطيتش الثوم عشان مش عايز التومه تتهري، انا عايز اسوي دي كويس، وكل ما هتستوي كل ما هتبص تلاقي الخضره او السلق ده ابتدى يقل يعني. فانا ايه هقلب واقطع تاني وادور.
انا مديله بس صدمات من الميه عشان انا عايز اقلل الماده الجيلاتينيه دي، مش عايز حد يبقى بياكل الاسل اول مره ويبقى زعلان مني او يبقى لا مش حلو برضه انا مش هاكل. انا عايزكم تنوعوا في الاكلات، ان خصوصا الايام دي احنا محتاجين ننوع من اكلات كتير قوي عشان ناخد القيمه الغذائيه او الفوائد اللي كل اللي جوه كل اكله. حطيت انا كده السلق ابتدى ياخد اللون الاخضر ده. بص بقى يا حمو معايا كده يا محمد اهو، بصوا كده اللون بتاع السلق اخضر اكتر مع درجه الحراره. انا عايزه يوصل للدرجه دي وبعد كده هقوم مديله الثوم والكزبره. حطينا كده السلق، ننزل بقى بالثومه والكزبره وادي الخضره. يمكن في ناس بتحط الشبت، في ناس بتحط كزبره بس، في ناس بتحط كزبره وشبت وبقدونس، هنا اختياراتهم تحرين يعني، بس لازم تحط كزبره. حطيت كده انا دول. ناخد بقى كوبايه من الشوربه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بقى الموضوع يعني ايه ابتدى يخرج من ايدي والريحه ابتدت تطلع. الناس بقى اللي بتحب القلقاس دلوقتي معانا اللي ربنا يكون في عونهم. قلب بقى كده بسم الله. ممكن اخد الحله الثانيه نعمل فيها القلقاس. ادي القلقاس بتاعي انا مجهزه. قللنا كده الماده الجيلاتينيه بتاعته. ناخد الشوربه دي ولا دي؟ ناخد اللي بتغلي على طول عشان خاطرك يا حمدي. هو عشان ايه ما تقوليش بس الاكل ما استواش. ماشي. بصوا كده اللحمه، واقول لكم سريعا كده شوربه اللحمه ليه انا حاططها وباخد من الشوربه. انا بحط على شوربه اللحمه، يعني لو انا مش بتعامل مع الجزار اللي بتعامل معاه كتير قوي، او بشتري لحمه يعني، او بعمل لحمه اكل عند حد يعني، فبضطر ان انا ادي غلوه للحمه وارمي الميه وارجع بعد كده احطها في ميه بتغلي تاني، واحط معاها بصل، جزر، طماطم، لورا، حبهان، ملح وفلفل اسود. اللورا من الحاجات اللي لازم تحطوها على اللحوم عشان يعني الناس اللي عندها مشاكل مع القلب والدهون والدهون الثلاثيه والحاجات دي، اللورا بتضيع الضرر بتاعها، فحطوا لورا يعني الاضعف الايمان لو انتم مش حطوا توابل كتير على الخضار. ودايما حطوا الملح في الاخر عشان وقت تسويه اللحمه. حملنا كده الخلطه بتاعت الخضار دي، اقوم جايب بقى يحط دول في الخلاط يا اما بالهاند بلندر كده، واقوم فارم كل الكلام ده مع بعضه كده. انا عايز اوريكم بس اللون هيبقى اخضر فاتح كده. نضرب كل ده. اتاكدت انا كده ان الخلطه بتاعتي خلاص اتفرمت كويس عشان ما اغرقش الدنيا بقى كده. هقوم واخد دول على شويه الشوربه. وهنا بقى كان عايزين نعرف القلقاس بتاعنا استوى ولا لا، شوكه كده واقوم حاططها جوه الواحده. دخلت قوي ماشي، ما دخلتش لا يبقى لسه ايه ما استويتش عشان نبقى عارفين ده. بعد كده هقوم واخد السلق بتاعي بسم الله، واقوم منزل بقى كله على بعضه كده. واخد شويه شوربه من دول عشان انا مش عايز شويه السلق دول يعني ثروه، وخصوصا ان الحاجات دي بيكون ليها مواسم، فيعني الاكله القلقاس لو ما اكلتيهاش في الموسم مش هيبقى ليها طعم. على الرز. الرز يعني كلنا بنعمل رز الحمد لله يعني فضل ونعمه، بس يمكن نوعيه الشعريه ممكن تختلف شويه. حبايه الرز نفسها في شراكي بتختلف، يعني انا مثلا من غير ما اعرف الرز ده نوعه ايه ممكن تقريبا اقول لك ده نوعه ايه من ان انا احطه على ايديا كده. هنا بعرف جودة الرز، بقوم حاطط شوية الرز على ايديا اعرف هو هيحتاج مية كتير ولا لأ. من شايفين النقط البيضة الصغيرة يعني، مثلا انا دول في ايدي مثلا 200 300 حباية، فلو فيهم 10 فيهم نقط بيضة فده اسمه رطوبة زيادة سوء تخزين، فده معناه الحباية اللي فيها الرطوبة دي مجرد ما يتحط عليها المية هتدوب والموضوع مش هيبقى حلو. بس طبعا كل ما ده يقل في الرز كل ما كانت جودة الرز احسن، كل ما كانت الحبايه مش متكسره برضو ده جوده الرز احسن. ده طبعا رز فاخر انا عارف مش وحش يعني، بس هي الفكره كلها في نوعيه الرز. انا في ساعات ناس تقول لك هو في رز بيتغسل ورز لا، لو الرز اللي مع حضرتك مكسر وصغير قوي ده ما ينفعش تغسليه، لان ده لو غسلتيه يعني يا دوب يتشطف بس كده في وقت التسويه على طول عشان هيدوب وهتلاقي الرز معجن، والعيب مش منك هو من نوعيه الرز. لكن لو الرز بالشكل اللي قدامنا ده او يعني بالجوده دي فده كويس قوي. طبعا في اجود وفي اقل على حسب النوع. الشعريه بتفرق من نوع لنوع، كل ما كان لونها اصفر غامق سنه كده ده نوعيه احسن. بعد كده عايز اطعم الرز، لورا، حبهان، بصلايه، مكعب مرقه على حسب الرغبه. وهنا انا حاطط معلقه خل. ليه حاطط معلقه خل على الرز؟ عشان انا هحط للرز شوربه لحمه، فاللي عنده شوربه يحط واللي ما عندوش برضه ما فيش اي مشكله يحط مرقه، بس انا عايز
الرز بتاعي يبقى لونه ابيض فاتح، ما يبقاش لونه غامق من الشوربه. فبحط معلقه من الخل على الرز الابيض تخليه لي منور، يبقى ابيض قوي كده، ابيض زاهي، او معلقه خل على رز ابو شعريه اللي عليه شوربه عشان ما يبقاش لونه غامق مطفي يعني ومسود كده من البهارات، ويبقى لونه فاتح برده. بعد كده هقوم حاطط على الحله شويه زيت، ممكن احط زبده، ممكن احط سمنه على الرز براحتنا خالص، ونبتدي بقى نحمر الشعريه. طبعا احنا كان عندنا برضو الجماهير بتحب الشعريه كتير زي كده، فاحنا ايه مزودين الشعريه شويه. مهم جدا ان انا لما اجي اعمل اي حاجه فيها زيت او سمنه يعني زي ما انا عملت كده في الاول، حطيت الزيت، لا ما تحطيش الزيت، حط الزيت لما الحله تسخن، يعني استنى الحله تسخن عشان الزيت بتاعنا ما يتحرقش، وبعد كده نبتدي نحمر الحاجه. عندي بهارات، والبهارات دايما بتكون متخزنه، فبتكون الزيوت اللي فيها جفت شويه، فمحتاج ان انا انزل بالبهارات في اي حاجه بتتسخن كده عشان اطلع الزيوت اللي جواها. ادي الحبهان واللورا، وعارف يا حمدي انت مرزق زي كده، وانا حطيت 4 حبهان هيطلعوا لنا ان شاء الله واحنا بناكل في الغداء يعني. عارف حمدي النهارده مش مكعب المرقه بقى كده عشان الشعريه بتشرب كل حاجه، فانا عايز نحط مرقه ونحط شوربه، بنعمل حاجه كده الواحد يبقى في سعان ومستمتع بالاكل. ونقلب الرز بتاعنا. البصله هنا بقى يعني لو احنا بنعمل بمرقه بس ما عندناش شوربه، فبتكون الرز بيبقى فيه طعم منشي كده، طعم النشا بتاع الرز، فانا بسحب الطعم المنشي ده من الرز ببصله، وباخد الطعم المسكر بتاع البصله الحمراء ايه ازوده على الرز. فبعمل ايه بقى؟ اقوم واخد بصلايه كده، واقوم واخد منها حته مثلا نص او بصلايه صغيره قوي، واقوم حاططها مع الرز واقلب عليها الشعريه. هنا انا عايز اخد منها طعم، وبعد ما اخلص الرز بتاعي اقوم شايلها، يبقى مفيش بصل ولا حاجه. او ممكن افرمها، بس يعني لو حمرت الشعريه زياده بتتحرق، فانا عشان كده مش عايز ايه احطها في الاول. عايز اضيف او ازود طعم كويس للشعريه، بقوم مديها شويه فلفل اسود. يعني في ناس اعتقد انها بتحب طعم الفلفل الاسود على الشعريه في الرز، يعني بيدي طعم كويس قوي زي المكرونه المحمره كده. سقينا كده الرز بتاعنا الشوربه، وحطينا معلقه الخل، وقلنا ده عاملينه عشان الرز بتاعنا يبقى فاتح. خلاص كده الرز شرب ميته، حاطين له ميه بتغلي او شوربه بتغلي يعني، فابتدي اهدي النار. والمفروض ان انا لما ابقى حاطط ميه سخنه مع رز متسخن ان انا اهدي النار شويه قبل ما الرز يشرب الميه كلها، عشان الحله ما يطلعش فيها قعر كبير قوي. بعد كده هغطي الرز وهدي بقى درجه الحراره، واسيب الرز على نهايه الحلقه ان شاء الله يكون استوى. بعد كده عملت ايه؟ حطيت مكعبات اللحمه مع القلقاس بقى تستوي، تاخد الغلوه الاخيره دي، والريحه ابتدت ايه تجوع الجماهير اللي معانا في الاستوديو. ابتدى كل حاجه تستوي يعني. خد بقى المعلقه كده، وقلنا بقى عايزين نعرف استوى ولا لا. اهي بص المعلقه خلاص كده دايب اهو. الموضوع هنا محتاج بقى ان احنا خلاص نفصل النار. ومبسوط قوي بشكل اللون بتاع القلقاس، لان لازم ان احنا الحاجه يبقى شكلها حلو عشان ناكلها. بصوا الموضوع داخل في لون الملوخيه، لازم اللون يكون بالشكل ده كده، ما يبقاش اغمق. طبعا لو غطيتي هيغمق والموضوع مش هيبقى حلو، وخصوصا لو عندنا حد بياكل ده لاول مره. وكمان الصوص نفسه خفيف، لو انا ما كنتش عملت موضوع ان انا سلقت ورفعت وسلقت ورفعت دي مره ولا اتنين، كنت هبص الاقي ان الحله كلها تحسيها ماسكه ببعضها كده، عامل زي الجيلي او زي البشاميل التقيل. لكن هو كده الحمد لله كويس قوي. خلاص نرفعه كده من على الرز، وادي حبات الرز طالعه مفلفله، والرز يعني الشوربه المفروض ان هي شوربه اللحمه بتغمقه عن كده، بس طبعا معلقه الخل احنا حطيناها مخليه الرز فاتح بالشكل اللي قدامنا ده، مش لونه مش غامق قوي.